السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نعرفو وقتاش يمكننا نطلبو التعويض على النظر باش ما يترفضناش الدوسي. هذا بالنسبة للأشخاص اللي سبق لهم استفدوا من التعويض على النظر. وبالنسبة للمدة الزمنية اللي كتكون ما بين الاستفادة الأولى والاستفادة الثانية فهي كتختلف من الصغار، يعني الأطفال الأقل من 16 سنة والراشدين. بالنسبة للأطفال الأقل من 16 سنة فهي كتكون عام واحد، بالنسبة للراشدين فهي كتكون عامين. مشكل وبزاف ديال الناس ما كيعرفوش وقتاش يمكن له يبدا يحسب هذيك السنة أو لا السنتين، وكيتصرفض لهم الملف ديالهم. اذا كيفاش نحسبوا هذا المده الزمنيه باش نتفاداو الملف ديالنا يترفض؟ ما كنحسبوهاش من نهار كنديروا لا فيزيت عند الطبيب او لا كناخذوا نظر. هاد المده الزمنيه كتحسب من نهار كيدخلوا لنا التعويضات للحساب ديالنا. ما عرفتيش وقتاش دخلوا لك التعويضات، يمكن لك تمشي عندهم وتقول لهم يعطيوك اخر تاريخ درتي فيه النظر، هما غادي يعطيوك التاريخ فين دخلوا لك التعويضات ديالك. وبهذه الطريقه يمكن لك تتفادى ان الملف ديالك يترفض.